السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا وناكسن ملك استقود كشوكتان دنيا دافيه هذا السؤال وهذا وياسمنتين وإذا كله وأنا وناكسن إن ما طبعاً روائنا الله بقري أو كوبن هل كانوا وجهوا بضات صوماليات أو بدن مالن رويد قبر حجابنا وذات أهودي وذات كل شيء يسوء ضد أفلقاديني سحوق وأفلقاديني سه إن عن كهلي وارن أو هذا اللقى الضم بنكوري لكن هذا اللذة قلدان وحاقيقة كيناي باعه دين تيادو ماها مير دادك لغو دحايو لغو دحف لغا ديو لغو غالي سيو ان وحاليدي نين غالا أصحابتي كاميدها بالا ديلي إساقو لا إله إلا الله محمد ورسول الله عليه ديتنا أصحابي ديليبا عليه الصلاة والسلام رسولك وشاقي ديتنا وحويدي حقات كقلي آخرو مالين تقيامي لا إله إلا الله بحكوين مجران لا إله إلا الله محمد رسول الله قف دينتي هون وحجابكي آيات قرآنكي هشاكتي حران حدي وقف دليل يو إنو نستيحي يو وسيقروح بضان وهفن وراحد الله أيو واجب ليه بكوس وحوكا هاد ليا وادين دينتي انو نماها ميل دادك لغو عايو لغو أفلقات ديو لغو قالي يو وان نستيح حدي بقو حتاقل دان هي قفكاد لهاد ليسي إنا تيو ناكسن أدول هذا الشيد أيد واجب يحق قوه مر بهدا الدين تي مسلم كهيد أذ هو أنت هو يسدد أض أيد القرآن سود ليشني سد أض قف دين تبرتاي أتهاي وإنا سد الدين تطري حق أو رعدة منعها إن قف قبل آذن كه أذا في الجادي سد إن تقول على عددين العيد طونا إن هذين الصومال إن هاي وسكيرين واحد دين وتشوتشي فيوس بلو ذر هذين إياه إسلام الفيوس كاساميل حنا نجعلاي قف لن أدين إنه أحد لا يدفاعي إسكاريجيا وقف مسلنا ولا إله إلا الله محمد رسول الله عليه وصدى هذا الصومة وصدى هذا الشنطة وقتيته كذا قال كل شيء جيا حاجات كجلي سامال أنت قيامي لا إله إلا الله محمد رسول الله مس أذى دليل أهايا أمر خاطع أهايا ماشو قف كاسي قال كاكو أهاي ماشي قال ذوك صادر سطاي رسول كو حيري كي بيان شاقا علي صلاة والسلام ما أها أما ضايدة هل كيد كي قالي دون طام على انت قيامي لا إله إلا الله محمد رسول الله مركا قف مسلم أشهادنا يا قال كو شيكتد أما قال با صادر سطاي أتراهديد أدقون عدينو هين إن القفك هذا خلت كوار تدون استحيسيد حقي واجب يكو قطعي هذا الدين تيب حنبار سنتحي ودودد لكن حا خلده إن أذيقو دين تي آيد القرآن كاهيد تشاهد كموقتو الدين تي لحي ذكو أفلقا ديسيد والقف مسلين أغسو قبت الدين تي أود أفلقا ديسيد عدين هدا ديسيد دليل هدا ذكو هيسيد ماشي قبت ناسي هالستي وضعي قارض الصادر سطي أي كتشرتو نتوصل النهار كان أذى جاية أنت كدفاع عيسبة أي كومنت هذا فوش رح نحن يسوع قريسة وهرن أو أنا حنقسم بنقول هالله صابت أنا حنقسم أنا ما أها فرحية عبسيه ودينتي هذا معان أنا جب ونعبها قف دينتو أنتو قصوا جبضه بكتشر فال حن كجود بيني الدين تقعد بون نعبها عدو دونا هالنقطة دين تفرحها كقعدها القائس كده في يوسكين سكلا ورد سده هذا يدين سدا يهيد أيدين وجود بين كارين سيدي الدعوة الدين تو أي هذا دين وجود بين كارين دين تهلك إسكاليكا ما هدين تو واحد فيوس لجور رات صدو واحد تذكر لجوا أفلق هذينا معها واحد تذكر لجوف جينا معها إجا إن ياسمين هان متشعلي إنان قلا أنكحلو أرمي هدين تا سبب تو أح وحويان قفك بلا آذن كمركو جلايو أرمي هدين تا وينو تحدر بضن ليها تحدر بضن وينو ليها ان هبن ايه مالن وحدينتا كو قلدن بينو اركينا ايه ضد دينتا سيحن صور فالحن اوغا بحنايا دينتنو ودين نستيحا ودينتي ادون كانو دن لو سورغي ودينتي ان لغو مامولو ادون كانو دن الهي اوغو تلقلي دعوة دا سقروح بدنو قدبي هدادن قدبين كارين ها افلقادين نقف مسلنا واشهادن ايا وليبا ها ارنن قال ويانو والا صادر صدي او وحفدنين يا دينتا اسلانك مالن يوم القيامة ولا جا جبه هي مرخاتجا إلهي وذو شدة قف إسلام قف كجالينا يلا ولا صادر صدي مالن قيامة ميرشوك جل إلهي كحساب تنط
taa ku xisaabtan oo ka fikir maalinta dambe. Maalinta dambe ee qof waliba wuxuu gali la horkeynayo taa ku xisaabtan. Waxaadan caddayn u hayn male iyo ku tirikuteen iyo waan u maleeyay lagaama ogola caddayn ayaa lagaaga baahan yahay. Qofkii markhaati waaye qof kan in la soo dirsaday oo taagnaa meesha lagu soo dirayay. قفكاس هادلو لكن قف أرنا يا قفكاس هالستيسة وإن لقد دقا دقن كينا ده قفكاس دقن كينا فاشحن أيو كسو هر شيء ذا يا هالستة ودقن ككوبا بإنا أيو دول استياش وإن لقد دقا لكن ها أرن إن هالستة وقفكاس دين تكو هايو قف إسلانو أشهادنا يو الأركيس إن كم وقت دوشيسة حرير كي إلهي يا قول كي سبا نو ما كشيء كرتي ذا دكو قالكم شيء كرتي dambi weyn weeye taasi intiina badan ee hadalada qaldan ii soo qoraysana waxaan idin leeyahay dacariyeenku soo lalin baan hore idiin idhi qofkii dacari soo lalinayso ee meel xanuunayso ee wax soo riixayaan ha iska tago laakiin aniga aad baan u necbahay qof diinta muslimka bicture foolxun ka bixinaya ma jecli qof diinta muslimka raba inuu ku soo gabado oo qof u soo hoos galo oo haddana qof raba inuu ku karbaasho ma aha diinta wax lagu karbaasho dadka markaad rabtaan dadka inaad karbaashtaan halkaa diinta iska dhiga markaad fiyuus raadinaysaan halkaa diinta iska dhiga haddaydan dacwadda say tahay u gudbin karin diinta islaamku waa nasteex waxna laguma aflagaadayo muslimku waxna ma caayan waxna ma aflagaadayaan beenna ma sheegaan been baad sheegaysaan qof muslima leedin gaal baa soo dirsaday gaalka soo dirsaday na tusa caddaynta noo keena oo na soo taabsiiya haddaa run sheegaysaan haddii kale beenta nagala taga rasuulka ilaahay ba calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi intii beenta sheegta ummadayda ma ahee meel kale bala idiin wada tahay intiina difaacaysa qof been cad naga gadayana idinkaad intaa laadee inta commentiyada quruxda badan ii soo qortay ama iyagoo intay ka xumaadeen aan hadal qaldan ii soo qorinaya igu yidhi aan ma ahayn inaad aflagaadaysid horta qof muslim inaad aflagaadaysid waa xaaraan laakiin sometime waxaa jirta xilli ay xaaladaadu xanaaqu unan kugu simaynba markaad aragtid qofkaasi waxa foosha xun uu diintaada ku sawiraayo aad baad u xanaaqaysaa anigu wax kaloo dhan kama xanaaqo laakiin waa necbay diinta in bigjar fool xun laga bixiyo oo qof inta loogu soo dhex dhuunto diinta loogu soo gabado haddana qof la iska aflagaadeeyo aad baa u necbahay shaqsiyadiisa la ataago qofnimadiisa wax laga sheego diintiisa lagu xadgudbo la yidhaahdo qofkan gaal baa soo dirsaday gaalka soo dirsaday markhaati ma u haysaan marag ma u haysaan ma taagnaydeen maalinta qiyaamo ilaahay hortiisa ma la imanaysaan mise annaga waxaad noomadaan waan u malaynaynaa danniga iyo maluhu inuu xaaraan yahay miyadin ogeyn u malayn maayo qof muslimihi inuu waxaa ku dhiiranayo oo damiir lihi ha ku degdeginina dadka diinta kusoo gabanayo dadka intiina tanka yaree dacartu soo lalinayso ee sidan kumaanu moodayn sidan kumaanu malaynayn iska tag eedu anigu runtaan hore idinku sheegay anigu runta hadday murka qadhaadha waydi horkeynaya xaqiiqadan ka hadlaa naa gabatana miihi qof qalad aan arkaayo oo xadguduba qof kale wax kaga raadinayana waa ka hadlayaa taa hadday ku dhibayso reerkaaga hadduu yahay si kale hadaad u taabaxsanayd aday kuu taallaa dacariyeen ku soo lalin ayaan ku idhi hore kuugu idhi ma garateen ilaahayna xaq ahayd wada tuso ilaahayna runta ha u heeliyo ilaahayna diintiisa udgoona garab istaagu idinkood hoojinaysaanoo meelo daran baad ka tuuraysaan waa idin jeeda waxaad samaynaysaani dad yahow aad moodid qabiil jeclaysiga iyo qof jeclaysiga diinta islaamkaba ka jecel waxaan kaloo rabay inaan ka hadlo beri baan reaction ka soo bixinayaa wasiiradii iyo sheekh umar yab maalin walba waxbaad arkaysaa waxay igala gudboon ama runtu waxay tahay baan ka hadlayaana anigu ma jecli dadka diinta xambaarsan inaan ku xadgudbo ma jecli inaan mushaekhda ku xadgudbo iyagu laakiin waxay doonayaan ha sameeyaan bikos qabrigooda anigu lama gelayo maalinta qiyaame iyagaa lasoo xaadirinaya anigana anaa laysoo xaadirinaya dacwadda unay xambaarsan yihin inay si qurux badan u gudbiyaan ayaa qurux badan oo xaqa xaqa haddii laga leexleexdana waxba hagaagi maayaan mindi mindi ku taagna waxba ma dhasho dadkiina dacad soo lalinayso anigu horaan idiin sheega calooshi iska socotiiye calinta chiniiska haddii idin heli karin war calooshi iska socotiiye war ordo dhiid iska keena war jim aada war intaad ku meereysan lahayd idinku isku meereysto halkana wax idiin fadhiyaan halkan soo dhaqaajiya niman yahow ama naaga yahow niman si xun ay caayayeen arkahay ori la yahay maxay yahayd ahaya waxba aniga igu maadan sameyn maalinta qiyaama markaad soo xaadirtid waa u baahanahay xoogaa wax iga jafjafa soo wada cayda bal sida roobka usoo da-siyana wax iga qaado.
war hada bilow war dadkan way soo lugeen war naagtan 1910 dakhar bay leedahay ay iyo waxaad qortaan iyo naag ay waxaas wax ka dhibaan ma ihi because halkan ma imaadeen hadaan kaliya jilicsan waxa la yiri nin kaliya jilicsan bay kaayada xadeedisha hada naagtu waa yasmin waana ina carsahayo waana naagan waxaas u joojin ay yiri waxaa lahay macaan iyo qaraar meel ku wada yaal midigtayda iyo bidixdu waa laba mataanood midi waa martida soore iyo maatadaadihis midina waa mindiya xiira iyo muriya deebaaq masalooyin talantaaliyan maandhow leeyahay qof ma jiire keliya qabsada hay malaynina mar baan ahay mudee camal sanoon maagista aqoon webeyi goyseeya marna macangaglaayaanahoo miigan baan ahay iballami war yaan laysku akhira seegin hooy soomaaliye yaan laysku akhira seegin naagtan waa naag naaga naag kala lalmatana ma aha naag baraqdiyaanka iyo sheekooyinkaad wadaan iyo hidir wadaada aada kula meereysanaysaanna aad u keenaysaanna ma aha intiina dhaqanku xun baydin sheegayaa hadda intiina wanaagsan kama hadlayo ee sharaftee karaamada leh halkan waxaa ka socda haddaadan ila joogi karin adoon dambaabin soo qurux badan isaga tag haddii aad ila joogi kartidna dee haddaa ila joog haddaadan ila joogi karina maandhow iska tagama maandhay maxaa ku waalay mise waxaad jeceshayna toonyada dambiya sii qaadatid haddaad dambiga u baahanta waa lagu baahan yahay welcome anigu waxaas waxba igama dhibaan diinta unyaan lagu soo hooska bani dadka raba inay ismaagmaagaanow bareer cadba dadka loo maaga banaankaasa loo istaaga waxba diinta ugu gabanina bareer cad u maaga qof islaanad leeday waa gaal baata qiyaamahada lasoo xaadiraya gaalnimadaad sheegis yaa rabbi xaqana tus ilaahw xaqa u heeli ilaahw kuwii mar walba xaqa garabtaaga naga dhig qaar qabyaalad baa dirdirtay dadkaa hadlaya qaar qof jeclaysi baa dirdiray dadkaa hadlaya qaar qof kale nabcaysi baa dirdiray dadkaa qaylinaya xiiqsan mana oga meesha ay waxaas oo dhan ay ka tegayaan iyo halkay ku dambaynayaan ilaahay gefkeen iyo geeridana ma ku dhunsiiyo ilaahay hanaga dhigo kuwa caqligooda iyo garaadkooda ka shaqaysiiya markii qaar badan oo le een habartii qabyaaladda ku gabyaysay xagaad ka keentay adaaba daburinaya anuga habarta intaa la ega cimrigaa joogtay 80 jirka baan ku yidhi saacadda qabyaalada ka dhex goorid cimrigaa taaga mise anaa social media keenayo soo duubay mise waa habartaad garanaysaa isku reer baatiin oo meel baa kusoo xanuuntay dacaryan kusoo lalin maandhi meeshan qof qabiil iyo waxaas damdamqaya haiskaga guuru cidna looguma joojiye khayr badan baa idin rajeynaya la caaragtay la agama ogtahay waa gabar gabara naagtan waa naag naaga oo laabta ka xaragoota love you.